الفراغ والضيوف من الجاليات الصينية والأفريقية للدول المشاركة. السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أرحب بكم اليوم في المؤتمر الصحفي لمهرجان الفنون والفولكلور الأفرو صيني في دورته الأولى. جميلة، وحاجة نفتخر بيها، نفتخر بتاريخنا ونفتخر بآثارنا ونفتخر بعظمة التراث المصري، وفي مناسبة مهمة جدا وهي مناسبة الأفرو إيجين فيستيفال، وده يعني حدث مهم جدا جدا يبين أهمية العلاقة بين الشعب المصري والشعب الصيني، وأهمية الأمان المعقودة على عودة السياحة، وعودة السياحة أحسن من الأول. عنوانه بيوضح الأفرو الصيني في مصر، ده يدور على دور مصر المحوري في علاقتها بين أفريقيا وبين آسيا. دور مصر متميز والريادي في أفريقيا، علاقة متميزة مع الصين. الحمد لله مصر عندها علاقات متميزة مع معظم دول العالم، وزي احنا دلوقتي بنستضيف كل الفعاليات الثقافية، هي دعاية سياحية، هي دعاية ثقافية، هي بتدل على قوة الدولة ودورها الريادي. وفخور ان مكان اثري عظيم زي قصر المانيولا بيحتضن الفعاليات.